فهل يأثم الزوج؟ ما يأثم، لأن الزوجة هنا الذهب ذهبها، هي الملزمة بإخراج زكاة من مالها وليس من مال الزوج. فإذا كانت هي تقول له أنا غير مقتنعة أن زكاة الذهب واجبة، لا يجوز له أن يأخذ مالها ويخرج زكاتها غصبا عليها، ما يجوز. بل حتى لو أخرج هو الزكاة عن ذهبها ما تصح الزكاة هذه، لأن الزكاة لابد فيها من نية من صاحب المال، وهي صاحبة المال وتعتقد أن ما فيها زكاة. واضح؟ نعم. فالصحيح أن لا، لها رأيها، ولا يجوز له أن يلزمها برأيه هو. هو اختار وجوب الزكاة، وليس فقط في الزكاة، في كل شيء، في كل شيء. يعني لا يجوز له أن يلزمها بحكم أن زوج، أن يلزمها بالقول الثاني الذي يراه هو، إلا إذا كانت المسألة في مسائل المستحبات مثلا. طيب، يعني تكون صائمة مثلا، يقول لها افطري مثلا لحقي عليك مثلا، يلزمها بالفطر، يريد أن يأتيها في النهار مثلا أو كذا، تطيعه هنا، يلزمها أن تطيعه، لأن طاعة الزوج واجبة. لكن في القضايا الشرعية وهي مقتنعة بقول آخر غير قوله، لا يلزمه، لا يلزمها أن تطيعه بهذا، ولا يجوز له أن يلزمها أصلا. طيب.